الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا، ثم ما بعد. ولا ليال إن شاء الله تعالى وحنكه لدونا فوائد الحج وفضائله. فإيدوينك روح مسلم كحاجك حاجك يبيتك إلهي أصعدا فضلك كسغنا ذي يفائدوينك أدون إي آخر الروح وكهليو أيان تلمام دونا إن شاء الله تعالى. سيدات لوضا سعوتان حجكو وربني كم إذا أركانت يتيرك إسلام كتاقيه وانا تيرك شناد وموسم عظيم أوين أما ومناسبة وين الله سبحانه وتعالى وكوغل الذي يستي ذاتك مؤمنين تا أعماشا أي صمين ياندرت إن إلهي سبحانه وتعالى وغدا مداف سادرت إذ وحين لأن هاي حجك الحج موسم عظيم ومنة جليلة ينبغي أن يتسود المسلمون التقوى والبر والإحسان. موسم كوين روحي إلهي جي سبحانه وتعالى وعلى قدرتي سيحكم كي سأوى فتي بيتك إلهي إنو تقو شيقة كوبادي اللوبة هي إنو صحيقة توى الله سبحانه وتعالى عبسديس وحل صحيقة تو والروح أو صحيقة دكتو وبنجيقة آخرة أو سيدكتو شيغا اوغو قيمها بدني وا الله سبحانه وتعالى عبسديس. ولذلك با الهي وحلي الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. الله وحلي حجك وا بلا معلومه او ليقانو روحي نفتي سكوة تبيا حجك كوة تبيا يعني وإنو إسكا إلاليا هذا الحوين كوصابسا أما قلمدي حوينك أما داعك بح أما مرن إيضوذ حجك قده ساوا إنو إسكا إلاليا. الله أيضا وحنو قبقبين يا قبقبو يا ختام مسكين وحي الله لي سبحانه وتعالى وما تفعل من خير يعلمه الله وحي خير عاد سميسان الله وأجي هاي حي الإله وحق قرصون مجر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلهي وحلي وتزودوا فإن خير الساد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صحي غاتا وح صحي روح مسلمي وكدك توحى وقو خير كبدا وقو قيمها بدني وألي عبسدي سبحانه وتعالى. إلهي وحلي أنيق إقبقى كوين قلبي ذا فيو صاحبك أهو أني إجبق بقى لي سبحانه وتعالى. فوائد حجك وحق تصينية فيه تعظيم شعائر الله وحفظ حرماته وتحصيل الخير عند لقاء رب الأرباب. وحاكجر حجك وعلامه يأستانوين يتلمانوين وتلمامها شريعة إسلام ككمدة شعائرتي إلهي أولا وينين يا كجرت روح إلهي شعائرتي سوينينا أرنكا سوى علامك تصيني سروح قلبك سإيمان يا لك عبسين وكجر. ألو حلي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. روح شعائرتي إلهي وينين أستانت يا معالمت إسلامك يا ركنيدي سيتيركي سوينين arinkaasi wuxuu ka mid yahay alla ka cabsiga iyo cabsida qulubta ku jirto ka mid yahay waxa ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala dalika waman yu'addim hurumati llahi fa huwa khayrun lahu 'inda rabbih
ruuxi ilaahay xurmaadkiisa weyneeya arrinkaasi ruuxa weyneynayay u khayr badan tahay ajar iyo abaalna wuxuu kaga helayaa allah subxaanahu watacaala agtiisa yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim xajka iyo cumradu waxaa u sugan fawaa'id tiro badan oo aan la soo koobi karin ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay liyashhaduu manaafica lahum ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وحلاه إله حاضرين مسلمين تبيت كإله اللغي ري الله أقدر إني حجك سوقتان منافع أيهليان منافع داسي waa fawaa'id iyo fadaaisha aan ka sheekeynayno jamaahiiru salaf waxay leeyihiin manaafic dunyawiya wa manaafic ukhrawiya manaafic adduun iyo manaafic aakhiro intaba waa helaya allaha xuseen baa alla leeyahay subxaanahu watacaala maalmahaas yacnii tobanka ee cashru dilxija ilaahay wuxuu ku irsaaqay ee uu ku dheefiyey ee nicmoolayda iyo mayadhaanka ana alle subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay xaggeeda waxa ka cuneen fakuluu minha wa adcimu lbaa'is alfaqiir yacni wax ka cuna hadyigii ruuxii faqiirka ahaa iyo kii baa'iska ahaa ee loo dhibgeliyeyna wax ka siiyaba alla leeyahay subxaanahu watacaala waxaa intaa ilaahay ku daray suma liyaqduu tafasahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyti alcatiiq allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala ha guteen manaasigtooda xajka waxaa ilaahay uu leeyahay nadarkoodii iyo nuduurtii ay galeen ha oofiyeen beytka ilaahayna ha dawaafeen beytkii horreeyeyba alla leeyahay subxaanahu watacaala bal ruuxa ilaahay xoolo ugu deeqay iska dhaaf xajkii waajibka ahaaye oo shantii sanaba hal mar aan ku noqon xajka aan ku noqoni waa ruux ayaan darro iyo nasiib darro ay ku dhacdayn waxaa nebigeenu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiiska abi saciid alkhudri uu warinayo qaala rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam ana allaha tacaala yaquulu ina cabdan asxaxtu lahu jisma wa awsactu calayhi fi lmaciisha yumdi calayhi khamsatu acwaam laa yafid ilaya lamaxruum waxaa nebigu yidhi allah baa xadiis alqudsi wuxuu ku leeyahay alle wuxuu yidhi addoonka aan jidhkiisa caafimaad u siiyo lixaadkiisii baa ilaahay u dhammaystiray xubnihiisii ilaahay ma kala dhantaalin xubnihiisii ilaahay ma kala dhantaalin subxaanahu watacaala maceeshadii iyo irsaaqadii iyo risqigiina ilaahay waa u waasiciyey subxaanahu watacaala oo ay soo martay shan sano oo cimrigiisii ka mida ay soo martay oo aan soo booqan beytka ilaahay subxaanahu watacaala lam yafid ilaya la maxruumun aan beytka ilaahay soo booqan wafdi ugu iman ruuxaasi waa ruux ayaan darro iyo nasiib darro ay ku dhacday xadiiskaas bayhaqi iyo dabraani baa warinaya ibni xibaan waana saxiix saxiixada ayaa sheekh albaani ku saxiix yeelay 1662 fadliga koowaad ee xajka iyo fawaa'iddiisa aynu tilmaamayno waxaynu leenahay qodobka koowaad alxaju min afdali alacmaal camalada iyo cibaadaadka la sameeyo xajku waxa uu ka mid yahay kuwooda ugu fadliga badan buu ka mid yahay abu hurayra wuxuu nebigeena ka warinayaa salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay su'ila rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam ayu alacmaali afdal nebi maxamed baa saxaabadu waxay weydiiyeen acmaasha maxaa ugu fadli badan ayay weydiiyeen markaasaa nebigu salawaatu llahi wasalaamu calayh wuxuu ku yidhi iimaanun billaahi wa rasuulih rumayn alle iyo rasuulkiisa la rumeeyo ayaa acmaasha ugu fadli badan qiila uma maada qaala aljihaadu fii sabiili illah alle dartiisa iyo kelmadda alle inay kor noqoto oo loo dagaalamo qiila uma maada maxaa ku xiga qaala wuxuu yidhi xajun mabruur xaj lagu baarinimo sameeyey oo ruuxii xajkaa gudanayay wax macaasiya aanu samaynin ayaa ku xiga baa nebigu yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayh
حديث البخاري ومسلم باورين يا ابن حبان في صحيح وحكور يا نصي نبي حلي افضل الاعمال عند الله تبارك وتعالى ايمان لا شك فيه اعماش وحاو فضل بدن الهي اكتيس سبحانه وتعالى ايمان ان شك كترم با وفضل بدن وغسو لا قلول فيه يا جهاد ان خيام لو سمينين وغنيمتي ان لا بل القيسنين وحكالو النبي يقول وحج مبرور حج لغو بارين ما سميي ايا او فضل بدن ما النبي يقول دبراني في الصغير وحكور يا نبي يقول افضل الاعمال ايمان بالله وحده عمل السمية وحا او فضل بدن الله او لرميه كليجي حقوق ذا اولي هاي عيد كالي ان لو لقيب حقي سو الهي لو برحتر سبحانه وتعالى لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح عيد الله وحلو قدر يا مجر شيقا صدح ان الله بعض وحنبي كنت المامي ثم الجهاد ثم حجة برة حج لغو بارين ما سمي النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه تفضل سائر الاعمال كما بين مطلع الشمس الى مغربها حج كالروح او كبارين ما سمي اعماشك لوحي دير تهيبا النبي يقول كما بين مطلع الشمس الى مغربها يعني بري يا قلبيت اما قرح كصوبح يا قرح انت اسو جيران ayay acmaasha kale xajkaas lagu baarinimo sameeyo u dheer yahay qodobka labaad ee yaani xajka fawaaidiisa kamida iyo fadaaishisa waxa kamida alhajju sababun liqufrani dhunub xajku wuxuu ruuxa muuminka sabab ugu noqdaa dambiyadii iyo gafafkii iyo macaasidii uu galay in loo dhaafo dhammaantiina waynu gafnay kullu ibnu aadam khadaa wa khayru khadaa'ina tawaabuun حنبي قال عليه صلوات الله وسلامه عليه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت روحي بيت كن كحجيه او فلم يرفس رفس يعني ان سمينين او وحف الحماء اما دمر قلمدود اما افك وح لغا هدلو او دمر يا وح كتعلقا اما مقدمات الجماع ان سمينين ولم يفسق فاسق نما ان سمينين رجع كيوم ولدته امه حنبي يقول رجع يعني وحو لابتا كيوم ولدته امه مالينكي هو يدي دشاي سيدو ذنوبتك اها اسغوا مالينك علمها هو يدي دشاي ذنبي اي جف ما جيلين او ادونك بهدو كسوبيرا حديث كلا بعض وحاكم إذا إمام مسلم في صحيح ورني عمر بن العاص بالنبي قوي من صلوات الله والسلام عليه مركو صلى الله مركاسو وحرد مع النبي إنه بيع الله قالوا مركاس عمر بن العاص مركي النبي وقعنت سوت هاي أي وقعنت يسيو لابط مركاس عمر بن العاص وحا النبي وكوري محاك وقل دعي وحوري أريد أن أشترط وحان دون يا رسولك الهي وانت انا بيعدا كل جل ان شرد كل جلو نبي وحكم تشترد ماذا ما حد شرد يا سنس قال وحول اريد ان يغفر لي وحان دون يا ان لا يدمي دافو وحي هور اسلام كوري ان غلي كاس نبي وحكم اما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله وان الهجره تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله ميادا أغين إسلامك إنو ترترو أو أوبا بإي وحي كهرية هجردو روح بلد كيسي وكهجردو إلهي درتي أهجردو دين تيسي إيا مبادي ديسي إيا أخلاق ديسي إيا قيم كيسي مركو لن بدقلي واي يعني هجردو إنو باب إيسو وحي كهرية محل شاهد كأنه ينقل قصية وحوية يعني ميادا أغين حجك وأن الحج يهدم ما قبله حجك إنه بابئيه وحي كهر إنه بابئيه ميادا أغين